اليوم انا فرحان برشا لانه المدرسه المثاليه في تعاملها مع جمعيه قنطره الثقافيه ان نحتفلوا بالدوزيام سيسيون تاع الفستيفال انترناسيونال دو تياتر سكولير اللي يكون في دورته الثانيه، وفرحانين لانه تو سو ديغول تري تري بيان، ما فماش حتى اي اشكاليات. اليوم كيف ما تراو معناتها عملنا قدمنا بيس دو تياتر، هي مش المره الاولى، معناها قدمنا واحده ديجا في افريل عام ناول في بلجيكيا، معناها في غانت، واليوم معناتها حابين نقدموها زادا في نابل. باش نحكي لكم شويه على البيرسوناج نتاعي، معناتها اللي تمثل المسرحيه الكل تحكي معناتها على الظلم وعلى معناتها الظلم اللي صاير في العالم الكل، خاطر ما عادش نراو عداله معناتها في عالمنا، ما عادش نراو وصص معناتها صحاح معناتها كانوا بكري موجودين تو ما عادش، بسبب برشا حكايات كيف الغش وكيف الحكم معناتها الفردي وكيف برشا حكايات اخرين. البيرسوناج نتاعي يتمثل اليوم في واحد يعذب معناتها في واحده ما حبتش تقول له، خاطر هو معناتها يحب معناتها يلوج على واحد مهم عنده، معناتها مخبي عنده دوسييت معناتها كما يلقاهمش يجم يفتحوا، دونك عذبتها معناتها شوري كيفاش معناتها عذبها، هذاك هو الظلم والاستبداد اللي معناتها رينا اليوم. الدور نتاع الغبان، خاطر هو الثوره كيف ما نقول لك فلسطين وكل مستعمرين كيف ما كنا احنا، عاد حابين نفيقوا العباد وكل بنقولوا لهم اللي لازم تفيقوا لازم تحاربوا كل باش الناس كل تتحرر، وانا الغبان اللي باش نقتل الجنرال اللي هو مستعمر الناس الكل، دونك كي قتلته انا الناس كل تحرر في البلاد هذيك. المارجين هذا هو ببدرة مشتركة بين زوز الجمعية والمؤسسة لترسيخ تقاليد المسرحية لدى التلاميذ. اخترنا أنه نعمل ورشات في الصباح وفي المساء عروض، والعروض هذه مشفوعة بنقاش،
والنقاش هذا يكون حول النقاط الإيجابية في كل العروض. وبما أني الجمعية منخرطة في شبكة عالمية للمسرح المدرسي، الشبكات هذه تطلب منا أنه نعملوا مهرجان، وفي المهرجان هذا نستدعوا فرق تونسية وفرق أجنبية لتشاركنا في الأفراح، ومن بعد احنا نمثلوا تونس بأعمال اللي تكون جيدة سواء بمختلف اللغات وتتقدم في العديد من البلدان. الدوري في المسرحية شبح يدخلوا 400 نفجحهم، بعد يستنسوا بيا، فما بنية باش تدوخ وفما طفلة باش تبهت فيا، ومن بعد باش نلعب أنا ونوذيب وسارق. اسمي مهدي عيسى، فعملت المسرحية ومثلت الغول متاع سارق، زعما سرقت وغفل وانا ما سرقتش وانا شريتها. مثلنا المسرحية متاع المانوار اون فولي، الدور متاعي كان اسمي انا باترونة في الدور. من الاول بكل احنا معناتها كنا نعملوا في نزهة، وبشوية حتى يكشي بدا المطر يهبط، اخي مشينا للدار مهجورة، بشوية بدا يطلعوا لنا كل مرة حاجة، مرة فانتوم، مرة لوبوس، كل مرة حاجة. ومن بعد في الاخر بكل كيف دينا معناتها خرجنا على خاطر فريمون برشا حاجات يطلعوا لنا وسيتو. مسرحيتنا اسمها اللعبة، وتحكي على اطفال يلعبوا، وكل مره نتقمصوا دور، كل مره نمثلوا حكايه. المسرحيه نتاعنا سميناها اللعبه، كل مره نعملوا، هي مسرحيه فيها مشاهد مختلفين، مش معناها قصه تبدا من الاول للاخر مرتبطه، كل مره في كل مشهد نحكيوا حكايه. مسرحيتنا هي رواية عالمية اسمها Animal Farm، تعملت قبل واحنا زدنا عرفتك اللي طورناها، مشي مراد غلاب هو كاتب النص، مي احنا رديناها كيفاش نقولوها بالعربي، تدخل اكثر. المسرحية تحكي على الدكتاتورية، على كيفاش نقمعوا الناس. دوري انا مولي مش وحده قطوصه، هي متمرده معناتها ريت مجموعه هكا يدي ما خارجها، الحاجه اللي تقول المجموعه ماهيش كيف هي ما توافقهاش، لين في الاخر تتكلم ويقتلوها، خاطر زيد اللي يتكلم باش يقتلوها هكاك، كيف احنا عنا قبل في تونس كيف العالم الكل يمات ومش مشتوفه الحكايه، اللي يتكلم باش يقتلوه. دوري في المسرحيه جيسي، دور حيوان متمرد وفي الاخر باش يقتلوه خاطر هو متمرد. المسرحيه تحكي على انيمال فارما، ما هي في الحقيقه ماهيش تحكي كحيوان، معناها تحكي كالانسان شنو يعيش ريفولوسيون وحكايه هكاك وكاو.
وكل حيوان عنده دوره في المسرحية. معناه عنا القائد اللي هو ديما يحب يوري روحه وهو ما عنده شيء معناه طامع اللي هو، عنا المتمرد اللي يحب عرج القطيع، عنا المتمرد اللي يحب روحه، عنا برشا شخصيات. الرول متاعي كان هو كان مع المجموعة، وبعد كي مات القائد متاعهم حب ياخذ الفرصة ويولي قائد كيف كيف. يا أخي يجي نابوليون هو اللي بشي يطيحوا ويدوروا فيها، هو وسكويلر بشي يطيحوا، ما عادش بشي يولي يرجع عادي وبشي يطيح المجموعة.